معقولة في حد بيفكر بالأسلوب ده؟ ومتصور إني ممكن أنساه في يوم من الأيام أو العكس. قصدك إيه؟ مش يمكن الطريقة اللي بعاملك بيها دي علشان عايزك تتمسكي بيه أكتر؟ ما أنا أوريدي متمسكة بيه. أنتِ سمعتي كلامه واستسلمتي لأحزانك وبعدتي. كنت عايزين أعمل إيه يعني يا رندا؟ مش يمكن عايزك تاخدي موقف؟ موقف؟ موقف من إيه؟ من عناده وتحاولي ترضيه بأي شكل. أنا مش فاهمة أنتِ بتتكلمي عن إيه بالظبط؟ وأنا مش ممكن أتصور إن في بني آدم في العصر اللي إحنا عايشين فيه ده بيفكر بالطريقة والأسلوب ده. أكيد هدفه حاجة تانية غير اللي مفهمها لك. يعني واحد بيحب واحدة لدرجة إنه مصمم إن هو يبعد عنها علشان من وجهة نظره شايف إن هو مش هيقدر يساعدها، تفتكري هيبقى إيه هدفه من البعد ده؟ إنها تتمسك بيه أكتر وتراعي ظروفه وتتنازل عن مطالبها. مطالب إيه وظروف إيه؟ مش شهاب أبداً اللي يفكر بالطريقة دي. يبقى ما حبكيش ولا عمره فكر فيكي. إذا كان السبب ده يرضيكي أوكي، وهو كذلك. أنا ما عنديش مانع إن يكون شهاب من وجهة نظرك ما بيحبنيش، لكن أنا متأكدة إن هو بيحبني وبيحبني أكتر من نفسه كمان، والشعور ده أنا حاسة بيه ومؤمنة بيه وهو ده اللي يهمني. يبقى خلاص لازم تاخدي موقف. رندا، لو كان بيحبك ما كانش اتخلى عنك، كان تمسك بيكي. أنا متأكدة إن شهاب هيخيب كل ظنونك فيه. يا ريت، هو أنا أتمنى غير مصلحتك. المهم تسمعي وتنفذي اللي هقولك عليه. أنا عمري في حياتي ما سمعت صوت في حلاوة صوت ابني هارون. بلك أنت يا دكتور، ده بينتعل تخلي الدمعة تفر من عيني. إيش يا أمه؟ إيه ولا أنا مش بنجاملك. بلك أنت يا دكتور، لو أنا سمعت في صوته زنة أنا ما نخليهوش يحيي أفراح ولا ليالي، إنما صوته إيه؟ الله أكبر الله أكبر. أيوة يا عم، مين يشهد العروسة؟ أمه، حتى كده مخافش عشان خلاص يا حبايب، وبعد كده نشوف. اختش يا ولا، طب بعد ما ناكل وتسمعنا. ايوه، انت عايز الحاج يرمينا من البرندة ولا ايه؟ انا هنستحملوك عشان خاطر عيون الدكتور عزت بس. ايوه بالك يا دكتور، كون ان عباس يوافق ان هارون يدندن قصاده ده معناته ايه؟ ايه؟ معناته انك غالي عنده بالقوي. مش بإذن، انت كبش جوانا خلاص يا دكتور. تقصد ايه يعني يا حاج؟ مش فاهم بصراحة. يعني احنا حبيناك من قبل ما نشوفك. الله يخليك يا حاج. طب دلوقتي شهاب صورني من كتر الكلام عنك وعن جدعنتك معاه في الغربة. انا لحقت اعمل معاه حاجة، ده كلها كان يوم كده وقال لي انا عايز ارجع اسكندرية وحشتني. ما انت عارف يا دكتور، ساعتها انا كنت عامل زي السمكة. عندك حق، اسكندرية ليها طعم غير اي بلد في الدنيا. تلاقيك يا دكتور سافرت بلاد ياما. يوه، لفتها من شرقها لغربها، بلاد تشيل وبلاد تحط. على كده بقى احنا اتقابلنا لما كنا بنزور متاحف اوروبا. ايوه صح طبعا، وبالاماره كمان انا شفتك في متحف اللوفر وانت بتتفرج على روحه الموناليزا. لا ما حصلش. ازاي بقى؟ اصل وقت ما دخلت المتحف النور قطع وما عرفتش اتفرج. خير اللهم اجعله خير. وده مين اللي هسلم عليه وايديا زفره ده؟ ده الاستاذ احسان. يام اهلا يا احسان، اتفضل يا حبيبي خش. هو انت غريب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا احسان، اتفضل. عماتك بتحبك. واني بنحبه بنتها. ايه ماشي يابا. طب تعالى يا ولا، اتخلي يا ابو هارون. تعالى يا ولا اقول بسم الله. الف هنا وشفا يا خالتي، يعني بس عايزك في كلمتين. واني مش هنسمع منك ولا كلمه غير لما تيجي وتقول بسم الله. بنت يا لوز، صحن ومعلقه للاستاذ احسان. ما تيجي يا احسان. ها انا جاي اهو يا خالتي. وانت ايه اللي حرقك قوي كده؟ مغلول يما، اخفكش من دلويش. راح نتناقش من الغيظ ان شاء الله هو واهله كلهم. ما انت قصدك بتتصرفي من دماغك. هو في تقل دماغي وما لقيتيش الا دوت اللي يحل الليله. ليه بقى ان شاء الله؟ فاكرينه عبد الحليم حافظ؟ ما انت اصل مخك تاك وسط باب الغيره ولا يمكن تتصرف ولا تشوف صحه ابدا. ما تدوشيش على الجرح يا حماتي. هو اللي ان كان البنت فضلتك انت وزبلته، هو اللي من حقه يطق من جنابه. برضك مش هارون ابدا اللي راح يغني في الليله بتاعتي. وتفرق معاك ايه هارون ولا غيره؟ اهو كله صيت والسلام. ويفرق معاك انت ايه؟ انا على راي المثل، اللي يربط في رقبته حبل الف من يجر منه.
مش فاهم عدم المؤاخذة، قصدك ايه؟ الواد وربطناه بالعربون وحنسحبه لحد الصوان وحنشوش على الميكروفونات لا يعرف يسمع ولا يسمع، تقوم الناس عليه تديله علقة وفين يوجعوا. يا لهوي جرى ايه يا بنت امك؟ مالك اتفزعتي كده ليه يا اختي؟ قلبك عليه اياك. ها؟ لا مش الغر، بس كده الليلة هتبوظ. الشر برا وبعيد، واني ودماغي روحنا فين؟ اقولكش احنا هنطلعه اخر نمرة في الفرح، يعني قبل التشطيب، وديتها كرسي في الكلوب والباقي على الرجاله بتوعنا. والغرض؟ الغرض يا حبيبي ان الحته كلها يقولوا عليه لا يعرف يغني ولا يقاكي، ومحدش يجيبه في افراحكم ابدا غيرش ندلته معانا واللي عمله في الفرح بتاعنا وبوظه. اما يا حماتي حته الدين فكره. يما ده بياكل عيش من المغنى ده، يا جدعان حرام عليكم، ما تسيبوه في حاله بقى. ثابت عليك مفاصلك يا بعيدة، حرام عليكي. بالهداوة يا حماتي بالهداوة عليها. ما انت السنة يا اخويا بتقول ايه؟ غصب عنها اصلها مش فاهمة. قصدك ايه؟ انا عايز بقى نقولك ايه يا نعيمة؟ ما حاجة تماخو العقل السليم. ايه؟ بقى من مفيش ل 12 13 الف خط لازق. ايه؟ علشان تعرف ان الخلق دي استخسرت فيك السحتوت لاجل ما ترضي تتشبكيله وهو مسنكح وكحيان ومش لاقي يلبسك دبلة صفيح. انت بتخرب بتقول ايه؟ النهاردة الظهر وانا قاعد في الدكان يا حماتي. حصل ايه يا نين عين حماتك؟ تفتح عيني وتتسد الشمس بحتة عربية لوري داخلة في وسط الشارع محملة شيء وشويات، وتروح واقفلك قدام دكان البدارة لزم بدارة، وفرغ وعبي ونزل وشيل بضاعة. ايه يا حماتي؟ لوز مقشر وجاية من عند مين؟ مين؟ مجدي عبدين. ويطلع مين في مجدي عبدين ده راخر؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده راجل من الكبارات قوي، ما يتعاملش معاه الا الناس التقيلة، اقل حاجة يتعامل بيها 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ ده بالميت غير الدفعات. يا سلام. ولا حدش يقدر يهوب نواحي الوكالة بتاعته الا بالشروط ديت. قال على رأي المثل، اللي عاجبه الكحل يتكحل واللي مش عاجبه يترحل. وايه جاب بدارة لمجدي عبدين؟ ولا اياتها مخلوق غير القرش وغلاوتك يا حماتي. اني عارفة الناس الصدمانين الكحيانين دول اللي ما كانش حلتهم ولا مليم جاب الفلوس منين؟ اكيد في الموضوع إنا وراهم، إنا وراهم طوب، لازم انفذ اللي في دماغي يوم الفرح. يما اياك يتربوا. هي دي مسألة عايز تفكير يا سليم؟ جالك كلامي؟ خطة شيطانية. مش كده والنبي؟ ما تطلعش غير من دماغ ابليس. تشكرها يا ست هاني، مقبولة منك على كل حاجة. ما تجريش ورا مزار الكسب السريع البراقة فيفي. لازم ناخد وندي مع بعض في كل الاحتمالات والتفاصيل. الله، مش كل الأوراق والمستندات معانا. ده غير التوكيل العمومي اللي بدارة هتعملهولي. أيوة بس البضايع اللي جاية على الباخرة كلها باسم عباس الشحات، جوزها اللي أصلاً عاملها توكيل. هو ولا هي ولا هم ولا حتى هن هيشموا خبر منين إن في رسائل كبيرة جاية بأساميهم؟ بالظبط كده، وكمان طالما ما يعرفوش حاجه وكل حاجه معانا. جرى يا اخوانا، يعني عايزيننا نرمي ملايين في البحر كده من غير ما نستحرص، من غير ما نعمل حساباتنا على ايه؟ يعني هنعمل حساباتنا على ايه يا سعاده الباشا وكل حاجه في ايدينا؟ في ايدينا ازاي يعني؟ يعني مفيش قصقوصه ورق في ايد بدارة. ده غير بقى كمان ان ما عندهاش اي فكره عن الاستيراد والجمارك. وبعدين احنا هنبداوا معاها في مبالغ قليله دهون، يعني من غير ما تعمل لنا مشاكل. وبعدين يا سيدي بعد كده بقى هات الرسائل بالملايين، وبعد كده القروض بقى اللي هنسحبها على حس الرسائل يا باشا. يعني ده رايك النهايه يا فيفي؟ واحنا هنخاف من ايه بس؟ ما نص فلوسنا واكتر موجوده في بنوك سويسرا، والنص التاني لازم يرجع واحد صحيح او زيرو صفر. يعني انا مش فاهمه انت ليه متشائم كده. انا بصراحه خلاص تعبت من شغل البهلوانات بتاع التجارة ده. ما تعبتش من المليون ونص اللي ندفعه للضرايب؟ اسكت اسكت اسكت، ما تفكرنيش. لا لازم افكرك يا باشا، وايه اللي هنبطله شغل؟ ده غير ان احنا محتاجين سيولة عشان مشروع دي نوار. مش لما بنتك الاول توافق؟ سيب الموضوع ده عليا انا، المهم دلوقتي موضوع بدارة. لا فض فوق يا ست هاني، المهم دلوقتي بدارة. ايوه بس افرض. لا ما افرضش يا سعادة الباشا، دي هي سنة واحدة 12 شهر بالكتير وبعدين نرموها. وبعدين ولا قبلنا باشا، كل سنة وانت طيب بقى وقشط عليك. يعني انت موافقة يا فيفي؟ بشدة.
سفرة جاهزة يا باشا. يلا نكمل كلامنا على السفرة. بقول يا ست هاني يعني مفيش داعي ان احنا نتكلم في المواضيع زي دي قدام ست دكتورة يعني. ومن امتى دينا بتخش في مواضيع شغلنا؟ لا ما هو يعني المسائل لما اكون يعني بتمس حاجة زي الضرايب او غيره يعني تبقى حساسة شوية يعني. هنضطر بقى نعدي بقى على شارع الاخلاق وحارة المبادئ، وانا بصراحة بقى راجل صايع يعني ماليش بيت حلو كده قيمة ولا عنوان الدارة فيه قدامها، وكمان مش هنعرفه نسوقه معاها حمارة العارجة قدام ضروب سؤالاتها. صح دينا، لازم تفضل برا كل المواضيع، خلينا متدارين ببلوينا احسن. والله يا حب عمري وحياتي لنا الدماغ، وحسيبك لليالي والدنيا تعلمك، وحشوف هيحسك مين في جرحك، وهيفرح مين لفرحك، هيحسك مين في جرحك، وهيفرح مين لفرحك، مش انت اخترت بعضي يا رب ما يقلمك. والله يا حب عمري وحياتي لنا الدماغ، وحسيبك للليالي والدنيا تعلمك، وحشوف هيحسك مين في جرحك، وهيفرح مين لفرحك، هيحسك مين في جرحك، وهيفرح مين لفرحك، مش انت اخترت بعضي يا رب ما يقلمك. الله 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 الله، الصوت الجميل شيء مبهر فعلا. الله يخليك يا دكتور. يا سلام، انا ما كنتش اعرف انك مطرب بالشكل ده يا سي هارون. ايوه يابا، يا ما كان في نسمع الكلام ده من زمان. هو ده الكلام يا حاج، انت مغني ما حصلش يا هارون، ولا لحن جميل جدا. وتشكريني يا عم الشباب، والكلمات كمان رقيقه فعلا. مين كتب الكلمات دي؟ زوق اللي جنبك، ما انت كلك مفهوميه يا باشا. انت يا شهاب؟ دي كانت هوايه من صغري. هايل فعلا، انت حقيقي عملاق رقيق. الله يخليك يا دكتور. الشاي. ايوه جه في وقته والسمك لسه كابس. اتفضل يا دكتور. شكرا. انتوا ليكوا عندي بقى مفاجاه دلوقتي. خير يا دكتور. لو قلنا العود يا هارون. ناولني العود؟ حتى انت ليك في الترلملم. تقولي حاجه؟ ما بنقولش، هنروح نعمل كوبايتين شاي لامك وتدفها بقى اوديهم لها. اتفضل يا دكتور. اسمعوا بقى، وقديم كمان يا دكتور. حاجة غريبة فعلا، أنا عارف إنك تعزف بيانو بس. بيانو وعود وناي وجيتار. أنا زمان كان عندي فرقة. إيه؟ فرقة؟ فرقة؟ كنت بلعب على البيانو والأورج وأصحابي في النادي، وبعد كده فرقة خاصة لما كنا في الجامعة. ده إحنا كان معانا عبد العزيز. عبد العزيز مين عدم المؤاخذة؟ عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد الملحن الكبير؟ ده موسيقار كبير له شنة ورنة. ما هو يبقى جوز أختي. إيه؟ في إيه يا إخوانا؟ اتخضيتوا كده ليه؟ ما هي مفاجأة كبيرة يا دكتور. مفاجأة اني بعزف ولا اني كان عندي فرقة ولا اني عبد العزيز نسيبي؟ كل على بعض، ما هي فرقة مفاجأة يا دكتور. شهاب شهاب. نعم. تعالى عايزينكم يا جماعة ثواني. اتفضل. والفرقة دي ما استمرتش ليه يا دكتور؟ خد طلع الشاي ده لامك وللضيف اللي معاها فوق في شقة حسين. ما تطلعيهم انت. لا لا العزف بالنسبة لي انا ايدي فيها مواعين وبغسل، اطلعها ازاي يعني؟ هاتي هاتي. الحمد لله طبعا. ايوه هو في حد ياخد على كلام البتشيلوزة ولا يزعل منها؟ لا 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 يا خالتي، أنا مش عايزك تفهميني غلط أرجوك. إيه ترجوني دي؟ أنا قصدي يعني أنا خايف تكون هي اللي زعلت مني. لوزة؟ دي بنت هبلة، دي فشر الحليب الصافي. ماني عارف. عارف عارف؟ ولما أنت عارف ما بتنطقش ليه؟ ها؟ نجيبهاش قدامك ونفصلوا بناتكم.
لا 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 لا, لا ارجوك يا خالتي. ايوه على رأي اللي قال قاضي العيال اشتكى. لا مش للدرجه دي يا خالتي, انا بس مش عايز يكون في سوء تفاهم بيناتنا. احيل عيرتوني انتوا الاثنين. احنا الاثنين ازاي يعني؟ هي كانت اشتكت لك مني في حاجه؟ لا يا اخوي, هي كمان هايبه زعل. زعلي أني؟ أني مش زعلان منها بصراحة, وأني كمان ما زعلتهاش في حاجة. يبقى خلاص صافية لب. ما هو أصلاً ما فيش آيات وحاجة حصلت علشان حد يزعل من التاني. أنت مجنون يا ولا؟ إيه هما الكلمتين اللي أنت عاوز تقولهم لي؟ الكلمتين أيوة, ما 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 هو الكلمتين هما اسم الله يا دلعادي. امال عايزك يا خالتي بداره؟ عايز اقول لك كلمتين يا خالتي بداره وسحبني زي الخروف على البرانده ود 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 ايه وفي الاخر ما فيش حاجه. بصراحه انا عايز نتقدم للوزه. طب ما تتقدم. هو انت صغير؟ ابوها تحت, انزل كلمه دلوقتي. يلا يلا. لوزة ديت أغلى ما عندي, أغلى من الصبيان حتى. ربنا يقدرني ونقدر نساعدها. أمها ولدتها من هنا وقابلت رب كريم الله يرحمها ويحسن إليها. وأنا على قد ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقني, إحنا ما كناش بنحرموهم من حاجة أبدا. والبنت طيبة وحنينة علينا وعلى أخواتها, وحتى دي بترضى بقليله. وعشان كده برضو يا حاج ربنا بعت لها الرجل اللي يصونها وبيحميها ولا يحوجهاش لحد ابدا. وانا عينيا اللوزه يا عم الحاج, شوفوا طلباتكم ايه وانا تحت امركم. بص بقى يا دلعاد يا سي احسان, احنا كده لمؤاخذه يعني عندنا الشقه. قصدي حضرتك شقه قنديل؟ يا اخويا, وهو هيعزها علينا وهو كله بحساب. بحسابه؟ انا قصدي يعني ان طلع فيها خليب ورجل ولا حاجه ما يضرش. طب ماني عايش بطولي مع الست الوالدة. بص بقى يا حبيبي, الست الوالدة حبيبة قبل ما تبقى نسيبة, واني متأكدة انها حابة البت لوزة ورايداها. انما معلش بقى, انتوا شباب ولازم تعيشوا على راحتكم, وبكرة ان شاء الله ربنا يرزقكم بالعيال, ودوشة العيال يمكن تزعج الست الحاجة ولا حاجة. انت خلاص شبكتيهم وجوزتيهم وخلفوا عيال كمان, مش تستني لما ناخدوا رأي البت. وانا ليا شروط ياما. بيت اديك قلتيها, بيت. انا بيت زي اي بيت في الدنيا, نفسها ومنى عينها تتلم في بيت وتتجوز راجل يصونها ويحميها. وانا نفسي نتجوز راجل يحميني من نفسه قبل ما يحميني من غيره. احنا تقول الكلام ده يا بيت؟ ياما فهميني, احسان جدع متعلم وانا ما كملتش علاني. احسان خرج للدنيا وللناس واني ما بنشوفش ولا نفهم الا اللي تحت قدمي. احسان ليه وعليه واني ما حلتش الا ستر ربنا. علشان كده اني لازم نضمن مستقبلي معاه. يا حبيبتي اتضمن ربنا سبحانه وتعالى, ومحدش يعلم بكره غيره. ونعمة بالله انما ربنا ادانا عقل مفكروا بيه, واني عقلي قال لي اني ما رفضش ابويا وامي ابدا. لازم نفضل متحضنا بيه كل عمري كله, العمر كله. يا بنت يا لوزة, ياكش يا بنت تكوني عايزة تسكني وعنا هنا في الشقة؟ وليه لا؟ ما ينفعش ما ينفعش يا دلعيا, انتي لازم ان يكون لك شقتك وشوارك. يا بنت ما نقدرش نفوتك ابدا, ما نقدرش. بنت يا لوزة, مالك يا بنت؟ ايه النصيب اللي جرالك؟ مش عارفة يا بنت, مش عارفة. ايه كل ما بنحسب اني هنفوتك ونبعد عنك صدر بيتبع عليا وبنتخنق. حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يابا انا ما نقدرش نفوتك ابدا, يابا ما نقدرش نفوتك ابدا. قال لك انك هتفوتيني يا تنور؟ بتنتي يا اختي عايزه تجوزيني. أنا عايزة نفرح بيكي. عايزة تخلصي مني يا أختي. اخلصي, أنا برضو عايزة نخلصوا منك.
انت نمنا عيني من جوه وربنا يعني. انا مش عايزاكي تطلعي من حضن ابدا ابدا، لكن دي سنه الحياه يا حبيبتي، كل بنت ليها جواز. ما قلنا لك بشروط بشروط، نفهموها لك ازاي دي؟ يخيبك بيت، انت عايزه ان نتشرطوا على الجدع عشان ياكلوا وشنا هو واهله؟ هو بيقول لك ايه؟ ياكلوا وشنا ياكلوا جاتوه، عني ليا ان انا اعيش معاكي وبس. هيحصل يا بيت هيحصل. والنبي ياما لو صبر القتل على المقتول كنت قلت لك لوحدي. ازاي ياما والنبي ازاي؟ فاكرة حكاية شقة قنديل اللي قلت لك عليها؟ قنديل؟ نكدي يا نكدي؟ هي الحداية بترمي كتاكيت؟ وانتش حشرك انتي، انتي مش لك تتهببي تتجوزي معانا هنا في البيت وخلاص؟ ايوه بس قنديل يما، قنديل ده جلد، ده بيعد رجلنا نملة قبل ما تعاد. هو انتي ليكي اكل ولا بحلقة؟ ها؟ اسمعي كلامي، هودي انت ابوكي بس ووافقي على احسان وسيبي الباقي على اللي خلقك وقولي يا هادي. اللي تشوفيه يما. يا اختي شوفي البيت كده شكلها حلو قوي يا باشا، احنا نبتدي معاها ب50 وبعد كده قبل ما تعمل ترتيبك لازم كل التوكيلات والاوراق نفسها تبقى في ايدك، وبالذات توكيل الراجل ليها. مفهوم مفهوم، اللي تشوفه يا باشا. مش بس كده، مدارة نفسها لازم تبقى في قبضتنا باستمرار. توريطة يعني؟ لا تجويع، تديها باليمين وتاخد منها بالشمال، تقصقص جناحتها باستمرار، ما تخليش سيولة في ايدها بسهولة ابدا. ايه الحلاوة دي يا باشا؟ ايه ده شغل معلمين، تاجر ابن تاجر. لو دايت منك بحبحها معاها شوية بس برضو بشيكات. قلت ليش العيال اللي هيعملوا التوكيلات جاهزين؟ من النجمة يا باشا، هنكون قدام باب الشهر العقاري. خلاص يبقى تسهر الليلة في مكتبي تراجع كل الأوراق وتنفذ كل التعليمات اللي حولك عليها وتكتبها بالحرف الواحد عشان تروح بكرة جاهز. والعشاء بتاع الحمصان ليه؟ هو قنديل معزوم معانا؟ أنا كنت أفضل إنه يكون موجود عشان يستوعب معانا التفاصيل. خلاص مفيش مانع يتعشى، وبعد العشاء لما يجي الحلو يجي لي تليفون ويستأذن يجي هنا على الفيلا تقعد في مكتبي وتراجع كل الأوراق لحد ما أرجع لك. اللي تشوفه يا باشا. هي دينا وصاحبتها مش هيجوا يشربوا الشاي معانا ولا ايه؟ يبقوا اكيد هيفتحوا معايا موضوع سباهة الباسيوني ده تاني. وهي دي اول مرة انكل وتقعد يصروا ان هم يشربوا معانا الشاي؟ الموضوع مش كده، موضوع انهم يبعتوا لي السفراج ينده لي مرتين دي ما بتحصلش كتير، الا لو في حاجة عايزين يكلموني فيها هما الاثنين. وانتي قلقانة من ايه؟ احنا مش اتفقنا انك تهوديهم لحد ما تنفذوا مع شهامة اللي احنا اتفقنا عليه؟ يلا. أنا عمري ما فرضت عليك رأي يا حبيبتي، عايزك تعتبر كلامنا ده مجرد مناقشة بين اتنين أصحاب بخصوص واحد متقدم عشان يتجوزك. يا بابي مسألة الارتباط أو الجواز دي مش في دماغي دلوقتي. أنت هتفضلي لحد أنت تقعد؟ لحظة واحدة يا فيفي. اتفضل يا سليم. أنا كمان يا حبيبتي، مسألة انك انت ترتبطي قبل ما تتخرجي دي ما كانتش واردة في دماغي ابدا، بس اذا كنت مش مرتبطة بحد تقدم لك واحد كويس واي نوت ان احنا نتناقش، ولا انت ايه رايك؟ من ناحية ايه يعني يا بابي؟ يعني انا لحد دلوقتي ما عرفتش اذا كنت مرتبطة عاطفيا بحد ولا لا. ياه احنا اتأخرنا قوي على ميعاد نورة فارس في النادي. ها؟ ايه يا راندا، انت نسيتي ميعاد نوره ولا ايه في النادي؟ لا ابدا، بس انا ما رضيتش اقطع حديثك مع اونكل سنين. طب يا بابي بقى عن اذن حضرتك سلم ما صدقت اخد ميعاد من مدربه التنس. ماشي يا حبيبتي. اوكي باي باي. يلا طيب. يلا انا تحت امرك فندم. انا ممكن نوصلكم يعني؟ انا عارف العربيه بتاعتك في التشكيل. ما عنديش مانع يا عندي. طب اتفضلي جرايه يا قنديل، انت هتمشي من غير ما تقول لي عملت ايه في التليفون مع عطاريه؟ لا ماني يا باشا، عرفت ان دماغه مدرجنه شويه، هنروح نشرب معاه البن واول ما نرجع هنقول لحضرتك على الخلاصه. والفواتير في جيبك؟ مظبوط يا باشا مظبوط، كله تمام تمام. اتفضل.
مالك يا سليم؟ انت سرحان في ايه؟ لا ابدا مفيش، انا بس عايز اطلع انام شويه، حاسس ان داخل على دور برد. يعني لو كنت نعرف ان انت هتركبي جنب في العربيه، يعني كنت بعت العربيه دي واشتريت اغلى عربيه في الدنيا. ايه ده اشمعنى يعني؟ يعني اصل العربيه دي يعني كونه ومحكعه ومش قد المقام. يا سيدي كبر دماغك، المهم انك خليتني اطلع من اساس بابي. اسئله ايه؟ بعدين اطلع بينا بس دلوقتي وانا هبقول لك على كل حاجه. زي كل مره عن نادي؟ لا 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 نادي ايه، انا ما فياش حيل التنس النهارده. خلاص نوصل راندا البيت ونلف لفتين تلاتة كده بالعربية، وبال ما نرجع يكون بابي ومامي نزلوا من البيت. ماشي ماشي كلام الأمرة. عريس حسين ابن المحسين اللي بتاكل قيمة، جدع سكارة ومستوظف قيمة، أمه حبيبتنا وعشرة عمر، ولوزة كمان بنت حلال وتستاهل كل خير. طب ساعي بقى هبا عشان العريس بده يقرا فتحة وعملت زي عشري لكن ما نيجي ناخدك انت وامي. وعلى ايه السربعة دي؟ هو العريس هيطير؟ مش النظرية بس العريس بده يقرا فتحة بسرعة وعملت مستشارة خير بحسب الضيف الجديد اللي جالهم النهارده على الغدا. ضيف؟ محكمة وراها لازم قدامها ومستشارة فتحة قدامه. ويطلع مين الضيف ده يالا يا زهرة؟ دكتور. طب خلاص خلاص خلاص. دكتور جراحة من زملات شهاب. جراح وشاب؟ اه ولسه راجع صازه من بلاد بره ومعاه حته طنبيل سدد بيه نص الحاره. هاتي عليكي بكره الصبح. خلاص اوكي يا رنا، باي. تحبي تروحي فين؟ يعني تعالى نتمشى على البحر شويه. وجب بدي من الفرح يا بيك دي. إيه إن شاء الله دايما الفرح بيتكم. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب نحييك وانت راجعة من الحجاز. يسمع من بقك ربنا ونكون صحبة يا أختي. آمين يا رب. يلا بيك يا لوز عشان تقدمي الشربات لعريسك وللرجالة. أيوه عليكي يا أما. أيوه أشوف البنت وشها محمر إزاي. يا أختي ما تكسفيش، جدعاني بقى علشان الليلة الكبيرة. اسمعي كلام حماتك يا لوزة. يوهو حماتها ده ايه يا ام اشرف؟ انت ناسي انها مولودة على ايديا دول دي اكتر من بنتي، ولا انت نسيتي يا فرنسا؟ ده انت ليكي فيها اكتر مالينا يا سمو حسين. ربنا يديم المعروف يا اختي. ان شاء الله يا لوزة. شيلة تلحلحي يا بنت تلحلحي منين؟ يا بنت عقبالك يا سمرة. في حياتك يا اتفضلي. ايه ده كمان عصير؟ لا يعني الود ود يعني نعمله معاكي اي واجب. طب والختمه اللي نعشوك في قدها حته؟ ليه ده كله بس؟ مش كفايه ان انا معطلك عن شغلك وعن مواعيدك؟ يا ستي يعني طول عمري شقيان طول عمري شقيان. المهم انت. انا ها يعني المهم يعني انت تكوني مبسوطه يعني. المهم ان انا خلعت من اسئله بابي. ايه انت هتروحي منه فين؟ اشرب اشرب. على رايك انا هروح منه فين يعني؟ هل انت ما كنتيش موافقه على الموضوع ليه؟ موضوع ايه؟ يعني اللي انا فهمته من الباشا يعني ان هو له غرض يعني
تتشبك لابن البسيوني. اتشبك وبس واتجوزه كمان. وليه لا؟ وليه اه؟ يعني ابن البسيوني ابن البسيون يعني قيمة وسيمة وفلوس متلتلة. اعمل بيه ايه وبفلوسه ايه؟ الا اذا كنت يعني حط عينك على حد تاني. حد مش بالضرورة يعني. يعني ايه؟ يعني مش لازم اكون بحب عشان ارفض الجواز من بني ادم غلس ودمه زي السم وكل ميزته ان هو راجل معاه فلوس. هو انت اديتوله فرصة؟ ده اول ما جه يسلم عليك رحت مدياله الطرشة وزبلتيه وخدت جنب في الحفلة ويا دوبك طلعت على اوضتك. انا من اول ما سلمت عليه وحسيت ان هو بني ادم غلس جدا. ايوه صح صح، زي ما تقولي كده ملزق حبتين. ايوه بالظبط كده، وتحس ان هو ليه نظرة عالية قوي على كل الناس اللي حواليه. ايوه اسم الله عليكي، زي ما يكون كده شارب كوزين نشا عامل لي فيها ابو عرام. وغير كده كمان بيتكلم بلسان ابوه بشخصيه ابوه مش بشخصيته. لا بقى هتجنن من كلامك، اصله بالملي ابوه هزق هزق متخلف رخم. تخيل بقى البني ادم اللي انا عماله اتريق عليه من الصبح دوت ممكن يبقى جوزي ويشاركني الحياه؟ ده مش ممكن طبعا. طب ما تقولي لبابا الكلام ده. ما هيقول لي زي ما انت ما قلت لي في الاول، لازم تتعرفي عليه وتقعدي معاه عشان تعرفي شخصيته من قرب. يبقى مفيش قدامك غير حل من اتنين. ايه هما؟ الحقني بيهم بسرعه. يا اما تطلعي في اللي اسمه باهر ده القطط الفاطسه قدام بابا وماما لحد ما يكرهوه، او يعني تدعي انك انت بتحبي واحد تاني، اي يعني واحد تاني يعني، ومتفقين على الجواز او لسه هتتفقوا يعني. لا لا، مسألة الحب دي مش هتعدي على مامي وبابي بالساهل كده، وهيفضلوا بقى يحققوا معايا وسين وجيم ومش هنخلص. وجايز تطلع في دماغهم ويعندوا ويجوزوك الواد الاهطل ده. اصل هم بصراحة مش بتوع حب، دول بتوع بيزنس. وبعدين الدنيا مصالح يا عم صالح. انت بتؤمن بالحب يا قنديل؟ طبعا، مش ليه قلب زي بقية المخاليق. طبعا طبعا، انا مش قصدي بس يعني ها؟ اصل بصراحه فكرتي عنك خالص. مش فاهم. اللي اعرفه عنك واللي بشوفه منك انك راجل بتاع شغل بيزنس يعني، زي ما انت بتقول، مش بتاع عواطف يا قنديل. مين اللي قال؟ بس طب تقدر تقول لي بقى انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ انا مش راح نتجوز الا اللي بنحبها. الله، انت بتحب يا قنديل وبنموت فيها. طب ليه ما تقدمتش واتجوزتها؟ يعني صعب 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 نتجوزوها. ليه؟ هي مرتبطه بحد غيرك؟ لا لا، مش النظريه. طب امال في ايه؟ اصلها يعني اللي انا بحبها دي يعني زي ما تقولي كده يعني حاجه حلم لذيذ، حلم بعيد المنال. الواحد لازم يستحمى ويتوضى ويصلي ويغمض عينيه عشان يشوفه في المنام. الله، ده أحلى تعبير سمعته في حياتي يا عندي. صحيح الإحساس بالحب بيطلع أحلى المعاني، إنما ما قلتليش بقى أنت ليه ما تقدرش تتجوزها؟ عشان مسألة الحب اليوم دي لوحديها ما تنفعش، لأن اللي بنحبها يعني متعلمة وغنية. وإيه؟ ما ينفعش. صدقني يا قنديل، أنت بحبك ده كبير، والفلوس والجاه هما اللي مش مهمين من غير حب. وأنا عن نفسي أنت بحسد اللي أنت بتحبها يا قنديل. و وإيه؟ وأنا كمان بإيه؟ ياه، ده الوقت اتأخر قوي يا قنديل. دلوقتي معاك بيجري هوا. لا هوا ايه، انت ما تعرفش ان انا خرجت معاك النهارده انا مبسوطه قد ايه. صحيح انت ما تعرفش قد ايه انا اتقربت منك النهارده، وقدرت اعرف ان انا اقدر اعتمد عليك في كل حاجه في الدنيا. انتي دودا عن الخلق دي كلها، عن تأمري تقشري، عن رقبتي سداده. شبيكي لبيكي انديل، واللي خلفه انديل بين ايديكي. اتفضلي. ميرسي يا قنديل.
امرك يا دكتوره. لا دكتوره ايه بقى، خلاص دينا وانديل، احنا مش بقينا اصحاب ولا ايه؟ طبعا ضروري ضروري يا دينا. طب يلا بقى عشان ما نتاخرش. لو سمحتي ممكن دواء للصداع؟ حاضر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ترى الدكتور رضوان موجود؟ مين عاوزه؟ انا دكتور فوزي. اهلا 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 يا دكتور فوزي، اهلا بحضرتك. والله هو كان بابا مستنيك دلوقتي، لكن جاله تليفون مهم واضطر يسافر دمنهور، وقال لي اقول لك تنتظره. انتظره؟ اه هو مش هيتاخر، ساعتين وهيبقى هنا. تحب حضرتك تشرب حاجه؟ لا متشكر جدا. تحب حضرتك انت اساعدك في اي حاجه لغايه ما الساعتين دول يعدوا؟ ما عنديش مانع، اهو منها تدريب ليك ومنها راحه ليا، والاسعار عندك على العلب. ربنا يا جماعه. هنقوم نروح فين بس يا استي محسن يا اختي؟ يا اختي نقعدوا جوه نشوف طلباتكم ايه على راحتكم في اوضه الجلوس. ايوه هو اللي هنقوله في اوضه الجلوس ما يتقالش هنا اهوت. ولزموا ايه اوضه الجلوس دي؟ زي بنتك ام حسام واكتر، ربنا هو وحده اللي عالم، واللي هتقوليه هو اللي هيمشي. كتر الف خيرك، هو ده برضه العشم، انما برضه الامر ما يسلمش من عقده مربوط. نعم يعني اللي اوله شرطه اخره نور. ومحدش اعترض يا ست ام هارون طلباتك. بص يا اخويا، احنا لا تعوجنا ولا اتقالتنا ولا حطينا رجل على رجل ولا اتكلمنا بالله فرنجي، انما لوزه بنتي زيها زي اي بنت بتشبك. خد يا بنت. يا امي مالها بتكلم لي كده النهارده؟ ما اعرفش يعني بالعربي الصريح كده هوت. طيب استاذن انا بقى. ايوه رايح فين؟ لو احنا بنتكلموا في اسرار. لا يعني يمكن يكون النبي على قلبك لانت قاعد. اللهم صل عليك يا نبي. لوزة دي زي اختك، واحنا مفيش بناتنا غريب. اختي ما غريب الا الشيطان يا بدرة يا اختي. عشان كده لازم نتكلموا بالمفتشر. لوزة بنتكو وبنتنا، وانتوا رايدين واحنا شاريين، ولازم نرفعوا راسنا بين الخلايق. ها ضروري. الشقة احنا راح نجيبها. شقة؟ استنى بس يا عباس. الشبكة بقى العريس كله نظر. بكره باذن واحد احد ننزلوا شارع فرنسا ونخلوا العروسه تنقي قدها بزلكه. واني من ناحيتي هنوصي على بزلكه كده قدها وقدود يا سي قدوره، انت خير من يدلنا. الله يكبر بخاطرك يا ست ام حسان. دلوقتي بقى نتكلموا في المهر، المهر بالمفهوم والمقسوم. نتكلموا في الشوار العفش يعني. مش راح نختلف يا ست ام هارون. ان كان علياني انا نفسي نجيب لها الدنيا وما فيها تحت رجليها، انما احنا هنفرشوا مطرحين. عدم المؤاخذه يعني اوضه النوم و شوف يا ست ام هارون من غير قطع كلامك يعني. اتكلم يا حبيبي زي ما انت عايز براحتك. اللي هتأمري بيه احنا تحت امرك، ومساله الشوار ديت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيخبط كده افتحي يا سمرة. حق عمتي حق. ايه ولا انت مالك بتصرمع كده ليه؟ طب علينا مفتش تموين مهربة الدنيا في الدكان.